لأجل المزيد من التفاصيل استضفنا في استوديوهات يورو نيوز في بروكسل السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي سليم ينال، وأجرت معه جلثوم ألان المقابلة التالية. للمرة الثانية خلال 3 أشهر تعقد قمة أوروبية تركية. لماذا؟ في تركيا أصبح السوريون ينالون تأشيرات الدخول وإجازات العمل. نحن نأخذ التدابير ضد مهربي البشر. حلف الأطلسي موجود في المتوسط، وعلى الرغم من كل هذه التدابير لم يتضاءل توافد اللاجئين. هل تستطيع تركيا أن تتحمل استعادة اللاجئين في حين أن الدولة التركية ترعى 3 ملايين لاجئ؟ كيف ستتدبر تركيا هذه العودة المكثفة للاجئين؟ لقد طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يحدد تاريخا، وحتى حلول هذا التاريخ اللاجئون المتواجدون على الجزر اليونانية سيرحلون وستفرغ هذه الجزر من اللاجئين. بعد ذلك نرغب بتواجد مسؤولين أتراك على هذه الجزر، وبعد المهلة المحددة تركيا تتعهد باستعادة كل لاجئ يأتي. اللاجئون لأسباب اقتصادية سيرحلون إلى بلدانهم الأصلية ولن تهتم لهم تركيا. نعتقد أن هذا المشروع يسمح بمكافحة مهربي البشر، والذين سيعودون سيخضعون لبرنامج خاص بإعادة التوزيع. إن مقابل كل سوري يعاد ترحيله إلى تركيا سيسمح لسوري باللجوء إلى أوروبا بصورة شرعية ومن دون مخاطرة، وقد قمنا بإعداد برنامج يخصص لتوزيع اللاجئين. سليم ينال سفير تركيا لدى الاتحاد الأوروبي، هل سيتم العمل بسهولة ببرنامج استبدال لاجئ غير شرعي بلاجئ شرعي؟ لقد تحدثنا مع مسؤولين أوروبيين. إن العملية ممكنة سياسيا وقانونيا، لا مشكلة من هذه الناحية. سيكون الأمر بمثابة رسالة لكل شخص لا يستخدم الطرق الشرعية. اللاجئون سيصبح بإمكانهم التوجه إلى أوروبا بصورة شرعية، وتعود مسألة اللجوء إلى طبيعتها. هل تكافح تركيا مهربي البشر بشكل جيد؟ هنالك قلق أوروبي تجاه هذا. السلطات التركية نعم تحاول مكافحة مهربي البشر. هل يحصل ذلك بالفعل؟ نعم بالتأكيد، نحن نصدر التشريعات الإضافية بالنسبة لذلك، نفرض الغرامات على مهربي البشر. لا يجب أن ننسى أن الشواطئ التركية تمتد على طول آلاف الكيلومترات، فليس من السهل أن تراقب بشكل كلي، لكن تركيا تعمل ما بوسعها وتعتقل المزيد من مهربي البشر. ثلاثة مليارات يورو إضافية لتركيا، إلغاء تأشيرات الدخول، فتح ملفات جديدة للتسريع بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. هل هذه الطلبات مبالغ بها؟ لا أبدا، تركيا تدعم الاتحاد الأوروبي والعلاقات لا تتطور من تلقاء ذاتها. نحن أمام أزمة لجوء، تركيا تعمل ما بوسعها. قيل أن الجهود غير كافية، تركيا تقوم اليوم بمجهود إضافي ولكنها تريد شيئا بالمقابل. 3 مليارات يورو إضافية ليست لتركيا بل للاجئين السوريين. ماذا عن الوصاية التي فرضت على اليومية التركية زمان؟ هنالك قلق أوروبي حيال ذلك. المسألة قضائية ولن نعلق على ذلك.